ما معقول أبدا أنه يعود واحد يقاتل وبيت يزحف باش يحرر من الأرض، وإحنا متباركين مع البلد اللي محتضننا ودعمنا وخلقنا في ترابه وربينا فيها وعالجوا مرضانا وجرحانا فيه وحامينا تركتنا ونسانا، نعود نخدعه. الجزائر ما عندها صديق ولا عندها حليف في المنطقة اللي هي فيها، ما هو العدو الصحراوي. ايوه نعود طاحتنا وسط ترابها ونعود نخادعوها، ومن يتلون نفسه بالرئتين نقيسوا موريتان. ايوه نعود نخادعوا الموريتانيين، مولي نعود نغشوهم. ايوه احنا من اللي نقيسوا، يعني العدو ذا هو اللي يدور. ما مش هذا غير قاع العدو ذا يدوروا ويدفع له بشكل مباشر او غير مباشر. يعني تضايق مع الجزائريين على امواتهم، باغي تدخل ترابهم. اثرهم قالوا لك عنك يعود عندك باسبور وفيزا باش تدخل الجزائر، رخصه مع السلطات الصحراويه. ايه غير السلطات الصحراويه اولويتها القتال، حق بعد. منين يجي واحد باغي يعني باسم الدفاع والله باسم ناحيه باغي يرخص سلاح، والله عتاد قيس الجيش، والله تموين قيس الجيش، يرخص في الليل وفي النهار. غير انت باغي تمشي تربح، تألمني انا تعاقب معايا مسرجك ماينك تجارتك ماشي بها شوره، لا راضي المحرره والله موريتان والله مالي، حجلك عني انا نعرف نتجر. وعاقب من ذاك تجيب لي امور قدام امناتي وجوزتي واخواتي، واللي ما خلص مالك بايع له بالدين وكذا، وباش اللي نخلص انا عنهم. انا اعطي روحي من اجلك، وذا الرزق اللي عندك ما كان عندك انت التاجر للدور الترخيص، ما كان عندك ولا كان عند ابوك من يجي هنا، رانا نعرف كيف تاجينا هون. ولو كان عندنا من الاليات اليوم عند الاشخاص في ذاك الزمن يعود ما بقى ارقاش في الارض المحتله، تعود سلطان خي هو نظريك عارفه والله شوف شنو واحده من الدوائر. اذا هذه مفارقه، واحد ماشي يعطي روحه، واحد ثاني ينفقع والله كذا الى ما رخص له التجاره، وهي التجاره لهذا البلد ومر بصعوبات كبيره. محاتو اسرائيل عادت كاشحه على راسها في المغرب ومطاراتها على الحدود الجزائريه تبتنى قواعدها، ومحاتو فرنسا راعها موجوده في ليبيا وموجوده في شمال مالي، وذي ياسر من العداوه. هل الجزائريين يغذوا المدافع؟ والله يغذوا البشر اللي عندهم قرابه 40 مليون، ونجوم احنا نعودوا هون نوسوسوا لهم نشغلهم ترخصونا بدي ماني مرخص له. ولازم رقاج عنه يحشم على الاقل، يحشم على عرضه لاك وردو ارناك في الحي والله في المرسى تبيع شيء غير تجي من هون قوافي لك مير. يعني بدي انا خاصني مرق بتجارتي، مالك مرق؟ مالك مرق؟ يعني عدلوا لك السلطات الجزائريه شيء ما هم عدلين الجزائريين، يبقى في اخلاقك حق رغم انه راهم قد يعدلوه. وانا من يارتي انا هون نعدل اشياء الصحراوي، ماني ملزم اني اعدلها الجزائري، غير الجزائريين ما هم عادلين مع الصحراويين، والموريتانيين نفس الشيء. اذا احنا اللي عندنا هو اخلاقنا وقيمنا والتزاماتنا مع الجزائريين ومع الموريتانيين، من عند السلطات اغلى سلطات في موريتانيا الى سارح موريتاني، والله واحد يحفر عن ذهب، والله واحد برنتي مع صحراوي، من يطلع عنا نعامله باحترام وبذاك الشيء عن اخلاقيات البوليزاري. ونفس الشيء واكثر مع الجزائر. غير انك لا وتوف سرجيت وتوف خاص بدي مالك ماشي. وذا خلق من الساعه خلقت كورونا وخلق الحرب. اذا اللي باغي يقيس الجيش مرحبا به وسهلا، اللي باغي يتجر بمواد ديال الجزائر والله مواد الموريتانيين ذا المركوب ماتلين عليه، ماتلين عليه، ما خالق القفيل 100% يغير مولي نظم امورنا والاساسي عندنا، وهذا شاعر به السلطات الجزائريه ومتعاونه معنا فيه، ومعدلته السلطات الموريتانيه مع البدو الجزائريين معدلين ومع ذلي في ترابهم ومعدلين ومع ذلي برا. انه ذا اللي ينباع به الجزائري ينباع به الصحراوي ويكزها منهم، واغلى شيء واصعبه في الجزائر المحروقات. قالوا منين تعودوا باغين؟ تعودوا تسيلوا بها الوديان؟ مرحبا وسهلا. غير احنا نتعامل مع دول ثانيه وعندنا فيها شرايك، لا تجعلوا شرايك نعلم يفلسوا. يقوم واحد مسرجي من العجائن من هون، يا الجزائريين
راهم فتحوا قارب، راهم عندهم قارب عاد خط بحري ماشي قايس السوق الموريتاني. ايوا تقول لهم يوقفوه باش نربح انا ولا تربح انت؟ نو نو. اذا مصلحتنا في الدول اللي بجاورتنا اكبر من مصلحتنا الذاتيه والله الشخصيه، ما تعادل شيء فيه ابدا. قال الشهيد ولي الله يرحمه يامس يامس واليوم اليوم، ما حد التجاره مفتوحه والعافيه مدندنه. الرجال مشات وتجرت وباعت وشرات وقطع عنها ساعدت المرحله ثانيه. ايه هذا خلق عاقب وقف اطلاق النار والسابقه 13 نوفمبر ورفدت الثقل عن المؤسسات الاقتصاديه في الجبهه، ما تلاقي ذيك الصفوف والمطالب موجوده عندها. ولا خالق تاجر اسوء شنو قلت تجارته يعملوا عنده سياره ديال الباساج تاكسي يعني سياره سياحيه في المخيمات، ما هم ساهم في تغذيه اهله والتقلال من انيميا عائلته وقضى حاجته بشي حلال، هذا قطعا وقدر. غير هذا لا محد مصيب له. ضري اللي مصيب له الا المعارك والناس قيس المعارك قيس العسكر وتو قيس الجيش. انا ما نقول العسكر قيس الجيش. المهم عنه نيتنا عنه نتوجهوا كامل لهي كاملين نمشوا لهي. وجودي انا وبذالي هم في الخلف عاد عار يكون عندنا اللي يعودون عدلوا عدلوا الناس دوك. الرجال عندهم يتنقبوا والعلايات يكشفوا عن وجههم به اللي بلدنا مات له اليوم ابدا. بلدنا ما هو هون قطع عنه حد شافنا هون نيات يستغرب وجودهم. الرجال تقيم الامن من لا من يخلق فيه ذاك اللي كان معدل في مراحل معينه عنه اي شيء مثير يتبلغ به الشرطه موجود من الشرطه ومن الاجهزه الامنيه داخل المخيمات اللي قاعد عنه يغطي اللي محسوب عليه الشيء من الممتلكات العامة والله مؤسسة يأمنها بالموظفين اللي موجودين فيه من عند الرئاسة إلى البلدية. هذا منين تعدلوا الناس وتستنفر وتعود عارفة على العدو مخليتهم كروشها ومظهورها ولا هو جايها على دبابة هون ما يكد العدو يزيط منه الشيخ خلق الرحمن ونبدلوا ذهنيتنا. كيف كلمة الشهيد الولي قلت يامس يامس واليوم اليوم من يطنع عنه نعتبره عنه يامس كان وقت اطلاق النار واليوم حرب قادية مشتعلة من الابعاج والله من توزقي الى قرقرة. هذا القادية ولا انا اعرف عنهم اولاد الصحراويات ولا معقول ابدا عنها تعود مرات لا على ولدها استشهد والله جوزها والله ابوها وواحد ثاني جاي يدور فيها دين والله يعدل لها دعاية نوع من الملاح جبناه ونوع من كذا جبناه. نو نو اللي عنده شيء يدخره. هذه أزمة وكورونا وأزمة اقتصادية وحرب عندنا احنا. إذا من يضحك عنه يقول شيء راسه ما قال الواحد. ترخيص خالق منه هذاك اللي يحدد وممشي به وله مخطي أبدا في المرحلة. غير عنك اللي تم قاعد هون تجر واحدين ثانيين يتجروا بأرواحهم من أجلك أنت ومن أجلي أنا، هذا بالحقيقة ما هو قادر صحيح. تعتبر السنة اللي نحن فيها رأيك سنة 2021 ذكرى 45 لإعلان الجمهورية الصحراوية